UNFM 91.2. Santé Plus Express. عسلامة ومرحبا بكم في آخر حلقة في سيدي رمضان من سانتي بلوس إكسبرس. أكدنا طيلة هذا البرنامج اللي رمضان هو شهر الصحة واللي عنده عدة فوائد لجسم الإنسان، وبما أنه شهر رمضان قريب يوفى وربي يتقبل صيامنا وصيامكم، حبيت نقدم لكم بعض النصائح باش تحافظوا على صحتكم بعد رمضان. أول حاجة، الصيف في أوله ويلزم نعود رواحنا على شربان الماء من غير حتى ما نحسوا بالعطش باش نعوضوا كميات الماء اللي يخسرها جسمنا. ثانيا، الكلنا في رمضان ناكلوا مع العائلة باللمة، وعادة ما تكون الماكلة صحية، ما فيها باس نحافظوا على الماكلة الصحية في ديارنا وننقصوا الأكلات السريعة والمقلي. ثالث حاجة، التدخين يا جماعة. سبق وقلنا اللي المدخن ينجم ينقص الكمية اللي يستهلكها في رمضان، وبالعزيمة تنجم تنحيه، أي تكون دي جوردي وتقول بعد رمضان ما نرجعلوش، وبسومه اشري لعبة لولدك وألا لصغير تفرحوا في العيد. رابعا، الراحة النفسية اللي نلقاوها في رمضان من بين أسبابها هي أنه في رمضان نشوفوا عائلاتنا، أصحابنا وأقاربنا. ملقاه العيد جاي، زوروا بعضكم وعيدوا على أهلكم وأصحابكم. ومدام حكيت على العيد، حبيت نذكركم اللي ما يلزمكمش تكثروا من ماكلة الشرمولة والحوت المالح، خاصة للناس اللي عندهم ضغط الدم وإلا الشحم في الدم. ويلزمنا ما نكثروش من الحلويات، واحدة واحدة على المعدة يا جماعة، راهي عديت شهر كامل وهي مرتاحة طول النهار. آخر نصيحة نكمل بها، بما أنه الصيام كله منافع، ما فيها باس نصومه حتى خارج رمضان من وقت الآخر ونربحوا صحتنا. إن شاء الله سانتي بلوس إكسبرس نالت رضاكم، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. بالسلامة.